بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقطعنا اليوم يتكلم عن حمامة الكريستالية هذه أو دايموند دوف. يسمونها دايموند دوف. طبعا هذا صوتها في الصورة في المقطع عندكم. حمامة جميلة لونها رصاصي او رمادي مائل الى الزرقاء. حجمها صغير نفس حجم عصافير الزيبرا. ان شاء الله سريعة التكاثر. عندكم في المقطع هاي عيالهم. شوف حجم العيال جدا صغار. تكيفهم نفس تكيف الزيبرا، يحتاجون بس تأقلم على المكان يتكاثرون بسرعة. طبعا هنا جالسين على البيض، هذا من مقطع أكبر. العجيب في هذا النوع أنهم يجلسون أكثر من أنثى في عش واحد يحتضنون البيض مع بعض. أترككم ثواني مع صوت نوح الحمام.